مرحبا بكم في قناة الشفق الأحمر، نرجو منكم الاشتراك في القناة تشجيع لنا والله لا يضيع أجر المحسنين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا طيب القلب وحكيما في تعامله مع الناس، وكان يحب العدالة والأنصاف، ويسعى دوما لحماية حقوق الضعفاء والمحرومين، وكان يتميز بالتواضع والتسامح، وكان يتعامل بلطف وحنان مع الناس مع جميع الطبقات الاجتماعية. كما أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان قائدا عظيما وناجحا في إدارة الأمور الدينية والسياسية، ونجح في بناء دولة إسلامية قوية ومتماسكة في المدينة بعد هجرته إليها من مكة. وعلى الرغم من الصعاب التي واجهته في حياته، إلا أنه كان مصمما على نشر الإسلام ودعوة الناس إلى الدين الحق، وكان مثلا للصبر والثبات في وجه المعاناة. يعتبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مثلا يحتذى به في التعامل مع الآخرين وتحقيق العدالة والإصلاح، وهو مصدر إلهام للمسلمين في جميع أنحاء العالم. يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الأكمل والخاتم للأنبياء، الذي جاء برسالة الإسلام السماوية لجميع الناس في كل زمان ومكان. لا يوجد وصف مفصل لوجه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية ولا في السيرة النبوية التي تحكي عن حياته، ويرجع ذلك إلى أنه لم يكن هناك تقليد لرسم سورة الأنبياء في الإسلام، حتى لا يتعرض المسلمون للتعرض للشك والتحول إلى وثنية. ومع ذلك يتم وصف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان يمتلك وجها جميلا، وكانت ملامحه تنبعث منها الحكمة والصبر والتواضع والرحمة، وكان يتمتع بشخصية كريمة وطيبة القلب. وقد قال بعض الصحابة والتابعين المبكرين أن وجه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان مثل القمر، وكانت نورانية متلألئة. وقد وصفوا أيضا لحيته بأنها كانت كثيفة ومنتظمة، وكان يقص شعره ورأسه ولحيته بشكل منتظم. ويتم تذكير المسلمين بأنه يجب أن يحترموا الشخصية العظيمة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيشوا حياتهم وفقا للقيم التي دعا إليها وسعى لنشرها، وأن يحافظوا على السنة النبوية ويتبعوا الأخلاق والقيم التي وضعها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حياته. يوصف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان ذو قامة متوسطة، وكانت بنية جسمه قوية ومتينة، وكان يتمتع بصحة جيدة حتى في شيخوخته، كما أنه كان يحرص على العناية بنظافة جسده وملابسه وأثاثه. ويوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتحلى بالوجدانية والرقة والحنان، وكان يعامل الناس بلطف وكرم، وكان دائما متواضعا ومتسامحا. كان يتمتع بالشجاعة والصبر والإيثار، وكان ينصح الناس ويوجههم نحو الخير والصواب. ويوصف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتحدث بلغة عربية فصحى ونظيفة، وكان يعرف بالصدق والأمانة والثقة، وكان يحترم النساء ويكرمهن ويعاملهن بالرفق والعدل. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة، وكان يؤديها بإخلاص وخشوع، وكان يحث الناس على أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج،
وكان يعلمهم الإسلام بطريقة واضحة ومبسطة. ومن الأشياء المعروفة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على النظافة الشخصية، وكان يدعو الناس إلى النظافة والتطهر، وكانت يحثهم على العناية بصحتهم ونظافتهم وجسمهم، وكان يقول النظافة من الإيمان. وفي النهاية يجب علينا أن نتذكر أن البشرة والمظهر الخارجي للشخص ليس المقياس الوحيد للجمال والكمال، وأن الأهم هو الأخلاق والسلوك الحسن والعمل الصالح. مرحبا بكم في قناة الشفق الأحمر، نرجو منكم الاشتراك في القناة تشجيعي لنا، والله لا يضيع أجر المحسنين.